يقول لك في شيخ هنا عنده علمية وعنده معهد، وهذا الشيخ يعني بيختلف من أنصار السنة، وهو ما تابع لأنصار السنة، والشيخ ده عنده كذا وعنده طلاب، وإن هذا الشيخ علي أبو زينب ويختلف من أنصار السنة، ما تخلوه معاهم، وعندنا الزول اللي يتبرأ منهم وإلى آخره. أيوة أم يقول له رد على الهدية باسمه، رد على دجال الفتحاب وارفعه باسمه، رد على مختار البدري باسمه، رد علي عسل. انا اعي هذه الاسماء لعلي ابو زينب بالتحديد. رد علي علي حسن الحلبي باسمه يا علي ابو زينب، يا اللي بتتكلم في الشباب السلفيين، انت ما بتخاف الله؟ انت ما عرفت انصار السنه؟ تقول انصار السنه العلماء اثنوا عليهم؟ لما نثنوا عليهم علماء كانوا الوقت ذاك بيرمون بالشباك، كانوا ناس توحيد، كانوا بقيادة محمد الحسن عبد القادر، دي الأنصار السنة. ولما انطعنوا فيهم علماء زي الشيخ ربيع، ده ما عالم، زي الشيخ مقبل ما عالم، زي الشيخ محمد بن هادي ما عالم، زي الشيخ محمد رمزان الهاجري، دي ما علماء، دي ما أهل علم، دي ما طعنوا فيهم. مالك ما شلت الطعن وانت عينك له؟ الدجال يسب الصحابة، انت ما وين ردك عليه؟ يتكلم في الوزراء، وين ردك عليه؟ يتكلم في الدعاة ويكفرهم، وين ردك عليه؟ يجيبوا لي غام عبيد عريانة شعرها مكشف وشة وعائلات جوا وشة، وين ردك عليه؟ انت ده اللي بمرمط في الدعوة. محمد الأمين إسماعيل تكلم في الحكام، جماعة ديل أنا ما داير الرد، تقول لي الجماعات أنا ما بنتسب ليها، وأنا ما مع الجماعات، لا ده مرد كذي. الرد ده منكر عديل، عينك له تكشفه. وأسئلة أنا وجهتها شيلوها له، ما عاطفة ساي، شيلوها له، قول له وين موقفك من مختار البدري؟ أنا أعي هذه الأسماء. وين موقفك من علي حسن الحلبي وكلام العلماء فيه؟ أنت ده وكلامنا ده حار، والناس دي أنصار السنة يدهم بقت في الصوفية كذي عديل، مساجد عديل وأخوانهم قالوا. مسألة ثانية، إنه الإنسان لابد يا أخواننا الدعوة اللي بيتكلم بها يطبقها. يعني أنت بتقول أنا بريء من أهل البدع، أنا بريء من يسب الصحابة، وبعد ذاك بتجي تثني عليهم، عملت شنو؟ أنت داعي لهم، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة، في شرحه على رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال له والذي يثني على أهل البدع هل هو منهم؟ قال لا شك أنه منهم، هذا داع لهم. عشان كده المأخذ على زولك اللي هبشناه قبل بالرفرف والجماعة استحضروا، جونا جماعة بيجاي، المأخذ مش انه ما عنده موقف صريح من انصار السنه، المأخذ انه بيدافع عنهم عديل. كلام ده في قناته قاعده في اليوتيوب، انا دار اسمعك المقطع ونجي نرد عليه، وما داير رد كثير ذاته للزول المنصف وعنده يعني غير على المنهج السلفي. طيب عرفته؟ بيتكلم عن الناس اللي بيحذروا من انصار السنه وبيدافع عنه، يوريك انك ترد كيف. نشوف للاسف في الواقع ممكن واحد يقول عشان اسوي اللي احنا نحذر منهم، انت حذر بالحكمه، قول التعصب ما بيفوت الجماعه، قول القاعده الامير كده ما وجه الامير، ما مرجع الشرع ده ما الامير كده، قول مثلا ما يجوز التزام بالرسول معك في جماعتك مهما كان خالد، يكون معك واحد زيه زي الاخوان المسلمين وزيه زي الجهاديه وغيره، لكن عشان معك في التنظيم انت تجامله وتداري عنه وتسكت وتخليه يمشي اموره، تقول هذا ما صح، لان الدين ما فيه مجامله، لان الجماعه دي انما اقيمت من اجل نصره الدين والدفع عنه وابعاد البدعه، لما تبدا تقوي مثل هؤلاء وتدانيهم وتسكت عنهم تكون غايه طريقه، انت تقول كده
لكن بس تفهم الناس حاجه واحده ان الجماعه دي بطاله كده بيقطع ده ما صح. والله ما نرضى. اسمع، قال تفهم الناس انه الجماعه دي بطاله على الاطلاق ده ما صح. والله قال ما نرضى. دارين ثاني مقطع انتوا يا ناس؟ ده الهبشناو بالرفرف، عرفته؟ ده بيقول لما تجي تنتقد ما تقول الجماعه بطاله على الاطلاق. وده يا اخواننا باب معروف في الجرح والتعديل، انه لما تجي تجرح الانسان ما بتذكر حسناته وسيئاته، وده منهج الحلبي، عرفته؟ ولا داري ليه انه يثني على حلبي، ده منهج الحلبي، لو نبذ الحلبي هو شايل منهجه. يا ناس ما تضيعوا زمنكم ساكت. قال تجي تقول جماعه باطله على الاطلاق. طيب ارجع كتب العلماء، كتاب مثلا كتاب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب لابن حجر، كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب المجروحون لابن حبان. هل بيجي بيقولوا يا اخواننا الزول ده كويس وكده لكن ما باطلاق ما بنعمل كده، ولا بردوا عليه وبردوا على باطله كله؟ لا شك انهم بردوا على باطله وبيبينوا الباطل الفوقه. فالزول ده يا اخواننا بدافع عن انصار السنه ذاتهم، عرفته؟ ده بدافع عن انصار السنه وبيحلف بالله. بيقول كونه تقول الجماعه دي بطاله على الاطلاق، قال الكلام ده صح، وقال والله ما نرضاه. ده بدافع عنهم. الناس اتذكرهم لك قبل شويه شيخ احمد اللي بيخرج على الحكام في المنابر، واللي بيقول اشعار الصوفيه، واللي بيجوز المسلسلات زي محمد الامين اسماعيل قال ما مشكله مسلسلات اذا خلت من المشاهد الشينه بيجوز تحضرها. ده نائب الرئيس ما زول ساكت. اسماعيل عثمان الرئيس اللي بيمشي يثني على الاخوان المسلمين في دار الاخوان المسلمين في رمضان، اللي بيمشي للانصار يثني عليهم ناس وحات المهدي وخليفته وصابونته وليفته، عرفته؟ 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 فديل ديل اللي بيثنوا على ديل. اديك مقطع بعد شويه، جايبين التوم في المولد بتاع الكلاك للسنه دي، السنه اللي فاتت دي 21، الصوفي مولد الجبل، جايبين الصوفي بيقول يا اخواننا والله المولد ده جا ظريف، وشعار المولد قال في اي ناس قدموا شعارهم لكن اخترنا بتاع انصار السنه، وقال الصوفيه حجزوا خيمه انصار السنه، والصوفيه لما يكونوا ماشيين ويقفلوا قبل انصار السنه بيخطوا طاراتهم في بيت انصار السنه. ابو زينب قال لك ما تقول الجماعه دي بطاله على الاطلاق ده ما صح، والله ما نرضى. الله اكبر. رايكم شنو يا اخواننا؟ رايكم شنو؟ رايك شنو؟ فده يا اخواننا نحن ما تكلمنا عنه بهوى. ده هنا اسي اللقاء مرفوع في قناه من القنوات الحزبيه، لقاء عبد الرحمن حامد مع طلاب مركز ابو زينب. اللقاء ده قبل 7 أو 8 شهور. وكلام ابو زينب قبل 6 شهور. وقام جاب له حكايه انا ما داير اضيع لك زمنك. قال انا مشيت غريه في الجزيره كنت بمشي لها سنه كم؟ اخر مره، وبعد ذاك جيتهم 2005، والصوفي قال لي لانه بيتكلم انه لو اتكلمت عن انصار السنه باطلاق والمجتمع بيفهم اي زول بيتكلم عن التوحيد ده انصار سنه كده انت ضريت التوحيد وضريت الدعوه ومزقت الدعوه السلفيه. شوف الضلال ده كيف. بعد ذاك قال الزول ده قال لي انت تابع لمنو؟ لانصار السنه ولا جمعيه الكتاب والسنه ولا لمنو؟ قال له عقيدتي زي الزكرتون دي. هذا الكلام قاعد، التسجيل قاعد. فده يا اخواننا ثناء على اهل الباطل، ثناء على انصار السنه الخشي انتخابات. المركز العام لانصار السنه في الانتخابات نزل مره بجوز يا سلفيين ويسميهم ديل كلهم، قال ديل كلهم البيت السلفي، كلهم ديل بيت سلفي، والله ما سلفيين ولا في البيت السلفي ولا في الحوش السلفي ولا في الشارع السلفي ولا في بوابه المدينه السلفيه، انت فاهم الكلام ولا ما فاهم؟ عرفتها؟ ما تبقى زول يجروك ساكت، ابقى زول حق وزول دليل، زول دليل. قال ديل كلهم عقيدتي انا، والكلام ده قبل 6 شهور. قبل 6 شهور ويجيب عبد الرحمن حامد اللي بيمشي لجمعيه احياء التراث الحذر منا العلماء شد من العلماء الشيخ ربيع وغيره من العلماء الحذر منا الماسيك عبد الرحمن عبد الخالق، عرفته؟ بيمشي لهم عبد الرحمن حامد اللي بيجيب التكفيرين في درس البخاري بتاع كشومه بيجيبهم جابوا عشان يعلم الناس.
فكونك تجي تعلم الطلاب في كتاب قال الإمام أحمد أو قال الإمام البربهاري أو قال غيره من العلماء، ما يجوز مجالسة أهل البدع، وبعدين تجيب أهل البدع وتدافع عنهم، ده ضلال في المنهج ولا ما ضلال؟ ده ضلال واضح. عشان كده نحن بنحذرك تمشي مع الجماعات دي وما تبقى حزبي، ودعوة الحزبية ما فيها بركة والله. هذول لهم شيوخهم جابهم يا تدعوا العمراء. الدجال جابوا معه مناظرة مع واحد شعبي في مسألة حد الرجم، الشعبي مرمى الضي والواطأ، خلاه يبزغ زي الاي بي اس بتاع الفرامل زي البيف باف، ما في اي حاجة، ما في موضوع، ما في رد، ما في دليل، عرفتها؟ الهواري جابوا مع الازيرك في العقيدة، مناظرة في العقيدة، المناظر الازيرك قال له شيخك ابن باز قال بكفر بعض الصحابة، بلال ابن الحارس، وكذاب. ابن باز لما جابوا الاثر قال الاثر ما ثابت، واصل ما عن بلال ابن الحارث الاثر. بعد ذاك ابن حجر، بعد ذاك ابن باز قال هو ما ثابت، عرفتها؟ ولو ثبت الفعل ما صحيح، ده كلام ابن باز. الازيري قال للهواري رايك شنو في الكلام ده؟ رايك فيه شنو؟ قال ايوه قراته او عباره نحوه. يا ناس ديل بيسنوا عليهم، عرفتها؟ وتقول لي ما على الاطلاق، يا زول ده شيوخهم ناس متحزبه، ونحن لو دارين نجيب الباطل حقهم وثائقهم، عرفته؟ والضلال حقهم يطول المقام، يطول المقام. جاء واحد في قرى في ريف الفولة في افتتاح مسجد، طلع فوق في الخطبة في المنبر، هل دير يا اخواننا دعاة توحيد؟ لما طلع في المنبر واتكلم عن مسألة الحجبات في افتتاح المنبر، قال لهم السيدة عائشة رضي الله عنها جوزت الحجبات. دي جماعة ما أردوما على الإطلاق، ها؟ ما أردوما على الإطلاق، ما أرد عليها على الإطلاق وأحذر منها على الإطلاق. وأول حاجة ما حافظ الشبهة زي الناس، هو ذاته ده صار سنة بالمناسبة، ده مالي زيري. أول حاجة الشبهة ما هنا، تروى عن عبد الله بن عمرو وفيها محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، شغلة ما سابته، عرفته؟ الزيادة ما سابته، ما عن عائشة رضي الله عنها. هذه لا دعوة أنصار السنة. آخر حاجة محمد الأمين إسماعيل جوز للناس القعاد في بيت العزة. تقول لي ما أرد عليهم على الإطلاق؟ تجي تحذرني تقول لي بس رد عليهم في إنه الحزبية ما صح، وإنه الإمارة بتاعت الجامعة ما صح، والتوسع في مسألة التنظيم و و و بس ديل. لكن تاني الناس ديل أسنوا عليهم علماء، ده ما دفاع عنهم، ده زول بيدافع عن الحزبيين وعن الحزبية. والله أي زول داير يتعلم دعوة التوحيد وداير ينشرها في أهله لابد يتجرد لله سبحانه وتعالى. ما بينفع أنت بتحذر من البدعة والتحزب و إلى آخر، وبيجاي شيوخ التحزب بالنسبة لك ما ضلال. أنصار السنة الضلال في منو؟ الإداريين القاعدين في المكاتب القاعدين في تيم منو؟ إذا كان شيوخ الحزبين تشت تشت، انت ما انت بتدافع عنه، بتدافع عنه، لانه الكلام ده في سياق الرد على من حذره من الحزبين انصار السنه. انت بتدافع عنهم، مش اقول ما بتتكلم فيهم، انت بتدافع عنهم، عرفتها؟ فده ماخذ واضح ما فيه اي لولوه، سمعته انت بالصوره والصوت، ولقاء كله باطل وما فيه ايه ولا حديث. زمان انا مشيت وقلت لبعض الاخوه وفي الجزيرة، والصوفي قال لي، الصوفي قال لك انت تابع لمنو؟ بدل تقول لا انا تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، تقول لي الجماعة دي كلهم عقيدتي، وانت بتزعم من كم وثمانين خليت انصار السنة ولقيت منهم اذى؟ طيب ما طوالي تقول له انا تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن الان عشان ما يعمل لك عقبة، دي شبهة فاشلة ما فيها دليل ذاته. نحن الان قاعدين نمشي مدن كثيرة، أول ما نقول للناس نحن ما أنصار سنة يا دوب الناس بيقعدوا. والله شوف اللخبطة دي كيف. ولذلك يا أخواننا هوي والله زول الدار يدعو للتوحيد في البلد دي، يتجرد لله، يترك التحزب، يبين الباطل ويصادم الباطل. لابد يكون عندك موقف من الباطل، الشغل بتاع المياعة والشغل بتاع اللعب بالدين والمنهج. الدعوة دي ما بها كيفنا يا أخواننا، ما على كيفنا، عرفتها؟ الدعوة دي حجج
وأدلة وآيات تنفض في الباطل وترد في على أهل الضلال، تجيب شبهاتهم وترد عليها. وهكذا عرف علماء السلفية. شيخ الإسلام ابن تيمية حياته كلها ردود، الشيخ الألباني مؤلفاته من الردود كثيرة، وإذا قرأت في السلسلة الصحيحة والضعيفة بتلقى فيها من الردود على الشبهات في التصوف، شبهات على التحزب، الأخوان المسلمين، العلمانيين، التكفيرين، غيره. دي دعوة علمانا. مقالات الشيخ ابن باز، مقالات الشيخ ابن عثيمين، عرفتها؟ كتاب القواعد المثلى اللي بيقروا لي بعض الناس ده أصلا رد في مسألة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ألف الشيخ ابن عثيمين وذكر فيه الحجج والأدلة، وهو رد على عالم فاضل من العلماء، عشان تعرف الحاصل. ولذلك يا شباب والله نحن ما دارين زول بارينا ولا قلنا لزول اتبعنا، دارين من الناس ينشروا دعوة التوحيد. أن اتكلمنا عنهم الليلة دي الشت، عندهم مراكز، عندهم معاهد، عندهم خلاوي، عندهم مساجد، عندهم وسائل، لكن وين دعوتهم في المجتمع؟ وين دعوتهم؟ وين فتنوا الناس في العقيدة والتوحيد؟ ناس يمشوا في جنازة الجيلي بتاع طابط، اللي بيقول الشيخ شيخنا قال جده يعني ومريدهم دنيا وأخرى آمن، ديل بيمشوا في جنازة. الزول اللي بينشر كتب جدوده اللي بيقولوا فيها إنه الأولياء بيحيوا الأموات وبيطردوا ملك الموت وبيجاوبوا عن الإنسان، وباطل كثير. فدي أخواننا المسألة اللي لو فهمناها نحن وفصلناها للناس دي بيكون بيها النجاة، ونحن بينا كده دعوة التوحيد. ما يكفي فقط إنك تبين للناس مسائل المنهج وترفعك شعار وكساتر عشان ما يردوا عليك، وبعد ذلك تجي تخالفه وتدافع عن أهل الباطل وأهل التحزب، عرفته؟ فده ما بيجوز، وما بيجوز لك تقعد معهم. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وصيتنا للشباب ما تناقش لك واحد حزبي. قبل شيء جانا واحد ودرى دمه يمكن قبل كم سنة، جاي لابس بنطلون وقميص، وزمان كان بيقول أنصار السنة فرغة نارية، أسي بقى يدافع عنه عشان تعرف التناقض في المواقف، وده كله شغل بتاع جبهجية ساكت، عرفته؟ ده نحن ما شغالين به ولا شغالين بغيرك. الناس يا اخواننا المجتمع راجيهم، العقائد الفاشلة والباطلة كثيرة، التربية السيئة للناس على انه ما يبينوا الحق ويسكتوا، والله دي ما التربية السلفية الصحيحة، ما التربية السلفية الصحيحة. وإنما التربية السلفية انه الإنسان يكون على الحق ويكون على الخير، والكلام طال والمسائل دي بينت، وده أصل الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.